بسم الله الرحمن الرحيم. أنت وخرجت بالياكم شيء طبيعي. الآن النزاع بين البعث والشعب العراقي، نزاع الاستعمار مع الشيوعي، وصدام وأحمد حسن ذات ومن أشبه هؤلاء ليسوا إلا شرطة فقراء في جيش الاستعمار. ولذا رأينا أن أحمد حسن الزكي كيف جاءوا به بالليل لتخطيط استعماري والدبابات في اللصوص لصوص في شؤون بس في الليل يجي يدير عليك المسدس سلم ولا أقتله إذا متخاف سلم ما تسعى عملية اللصوص. الانقلاب العسكري في العراق انقلاب لصوص لا أكثر ولا أقل. واللصوص اسمه عفلة الأجنبي، وأحمد حسن الذكر الأجنبي، وصدام الأجنبي، كلهم دول أجانب. الأجانب يعني عملاء الأجنبي روحا أو جسما معه. عفلة روحا وجسما عميل لشركة لايت الصهيونية، والذكر صدام حفاداتهم في البحر. دول عملاء وأجانب روحا. الشاهد أنه هؤلاء نزاع بين البعث وبين العراقيين، نزاع الاستعمار مع الشعوب. البعث هم أجانب وعملاء استعمار، جاءوا كلصوص وبقوا كلصوص، والآن هم اللصوص لا أكثر ولا أقل. وكلكم رأيتم كيف جاءوا أحمد حسن وكيف ذهبوا به. اللص يجي خفية ويذهب خفية، ولا بأي مناسبة أحمد حسن راح وجاء مكانه صدام، وجاء مكانه صدام. ثم الصحف الأجنبية كتبت أنه قبل شهر تقريبا قتل أحمد حسن الذكري. ما عمل قيمة ذلك، قيمة شرطة لا أكثر ولا أقل. هو مو شرطي شريف، شرطي شريف لأنه يقدم خدمة، هذول الشرطة خونة لأنهم يهدمون. الشاهد أخرجت من هذه البلاد وأخرج معكم عشرات الألوف سواء إلى إيران إلى الخليج إلى سوريا إلى لبنان إلى يوغوسلافيا إلى مختلف المناطق، أو كثير منهم مختفون. حتى جاء كان واحد في اليوم يقول أنت ما تشوف في شوارع العراق والأسواق الشباب إلا بقلة، لأن الشباب إما مشردون إما هاربون إما متجندون في الجبهة وحارب المسلمين. ما حاربوا مع إسرائيل، حاربوا مع المسلمين. على كل بإمكانكم أنتم أن ترجعوا إلى العراق مرفوع الرأس وترجعون قطعا، لكن كيف ذلك؟ ذلك كونوا قطرات كلور كما مثلنا في أول المرحلة. يعني الآن قلت أنه هناك في أردوغا أو المعسكر، معسكر اللاجئين، ما يقارب 20,000. فإذا مش كثرتهم شباب، أقل تقدير في 4,000 منهم شباب أو أكثر. حرب 4,000 نظمهم تنظيم. ما الكفر بين تنظيم فتيات أو تنظيم شباب؟ ما الكفر بين عراقيين بين إيرانيين؟ ما الكفر بين أكراد ألوار أو غيره؟ كلهم مسلمون، والمسلم الإيراني يجب عليه مناصرة العراق كما يجب على المسلم العراقي. ما الكفر؟ المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. شو بإمكانكم
أن تقوى أنفسكم ثقافيا توعويا عمليا، وتنظموا أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات لاجل الرجوع إلى العراق، لأن الأصل في نهضة الأمم أمرين: التنظيم والتثقيف أو الترشيد الفكري، يعني أن يكون لهم رشد فكري. ما هو فرق بين أن تكونوا كسبة أو أن تكونوا معلمين أو أن تكونوا طلاب؟ بإمكانكم هذا الشيء. لنفرض أنه من جهة الكفار عطلق. عطلق من هو؟ رجل غربي عميل لشركة لايت، صديق بيغن الإسرائيلي، لكن جاء ونظم جماعة من الشباب المغرورين في العراق وجعل منهم حزب الدعم الذين سيطروا على الحكم في نصف الليل، عملية لصوص وسقطوا. هل يمكنكم أن تفعلوا نفس الشيء؟ وعطلق لم تكن البلاد بلاده، وأنتم البلاد بلادكم، سواء كان بغداديا أو واسطيا أو عماريا، من العمارة، من أهل العمارة، فضلائيا أو أي مكان آخر. قووا أنفسكم، نظموا الشباب، أعطوهم الوعي والرشد الفكري. الآن لنفرض أنتم كم؟ لنفرض أنتم 25 واحد. هل 25 واحد كل واحد ينظم واحد لم يصيروا؟ الخمسين كل واحد ينظمون واحد في المرتبة الثانية يصيرون 100. 100 كل واحد ينظم واحد كم يصيرون؟ 200. بعد دورات قليلة تبلغون عشرات الألوف، ومو خاصة إلى تلك المنطقة التي أنتم ساكنون فيها، في نفس المنطقة، في منطقة إلى في أردوغا، في مناطق أخرى بإمكانكم هذا الشيء أن تعملوا. توكلوا على الله، اعملوا ليل نهار، نظموا، تقفوا، تنجحوا. وذات يوم ترجعون للعراق ولا أثر من حزب البعث، وأنتم حكام، وأنتم قواد، وأنتم مدراء، وأنتم عاملون، وأنتم تجار، وأنتم مزارعون، وأنتم كل شيء. لكن على شرط هذا الشرط أن تكونوا قطرات فلور، القطرة الماء العادي ما تتمكن تعمل شيء، لكن قطرة كلور تصفي ملايين القطرات الماء المخلوط بالمخلوط. يكون عندكم اجتماعات منظمة، تفكير منظم، عمل منظم، توعية، تثقيف، وتنجحون قطعا، لأن الله دائما مع العاملين. أن تنصر الله ينصركم. وكلكم تعلمون الآن من حزب البعث ما بقي شيء في الحقيقة، أي كان مجرد فقط. والاستعمار الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي هي التي تسنده، والبعض كان ساقط منذ زمان، الأسلحة منهم، الفلوس منهم، التحقيق منهم، حتى الجيش المصري تعلمون الجيش المصري والجيش الأردني والجيش السوداني والجيش المغربي وما أشبه، هؤلاء الذين يسندون البعض. أما الذين يحفظون صدام وجهاز حكمه هم غربيون كلهم، يعني أردنيون مو عراقيون، إلا النادر فيهم عراق الذي خان نفسه وأمه فهي انخلت في هؤلاء. ولا أي إنسان عنده قطرة من الشرف لا يكون هكذا ولا ينخلت مع هؤلاء. إن شاء الله يأتي يوم يسقطون، وإن شاء الله يأتي يوم ترجعون إلى بلادكم، وإن شاء الله يأتي يوم تقوم الدولة الإسلامية هناك، وما ذلك على الله العزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.